الرجل الكسول حكاية من التراث الألماني. كان يا مكان في قديم الزمان، وفي إحدى مدن ألمانيا عاش رجل كسول ولم يعمل مرة في حياته. ها؟ أوه، كم أتمنى أن أرتدي ثيابا جميلة. كان يحسد الأغنياء كثيرا. الفرق شاسع بيني وبين هؤلاء المترفين. يا إلهي، لماذا ولدت بهذا الحظ السيء؟ يا لتعاستي، إن حياة الفقر لا تحتمل أبدا أبدا. هل أنت تعيس؟ ماذا؟ من يكلمني الآن؟ لابد أنني كنت أتخيل ذلك. نعم، هل أنت تعيس؟ من أنت؟ ألم تناديني؟ أنا لم أنادي أحدا. أنت كاذب، قلت إنك تعيس لذلك حضرت. أنا جالب النحس. يا إلهي، لا داعي للهرب. اسمع، يمكننا أن نسمي أصدقاء. لم أنادي عليك، لا أعرفك، أرجوك اتركني. ماذا؟ كنت تسخر مني؟ لا أرو صداقتك، لا أعرفك، لم أنادي عليك أبدا. عرفك؟ لابد أن هناك سببا لذلك. ما هو؟ هيا أخبرني. راح الرجل يحكي له في فزع عن سوء حظه، وكان هذا الرجل إذا تكلم أحسن الحديث. فهمت يا للمسكين. لا بأس، سأظل معك منذ الآن. اسمعني، سأنصحك. أنت تظل معي؟ نعم، سأرشدك على وسيلة لكسب المال يا صديقي. ماذا؟ وكيف ذلك؟ الأمر سهل، ستصبح طبيبا. طبيبا؟ لكني لا أعرف أي شيء في الطب. لا بأس، استمع لي جيدا وافهم ما أقوله لك بالضبط. ها؟ أخذ جالب النحس يخبر الرجل الكسول عن وسيلة تجعله طبيبا ثريا. في هذه الغرفة يوجد مريض، المريض وأهله يعلمون أنه سيموت. اسمع، الآن ستدخل ثم تقوم بقياس نبضه، ثم تنظر إلى أعلى الفراش. عندما تجدني عند رأس المريض يعني أن هذا المريض سيشفى. لا تقلق، لن يراني أحد سواك. وحتى تشعر المريض بالإطمئنان أعطيه الدواء وقل له إن هذا هو علاجك، وصفق 3 مرات، عندها سأختفي وسيشفى المريض. أتفهم؟ لقد شفيت. وهكذا انتقل الرجل مع جالب النحس إلى منزل آخر. إذا وجدتني عند أقدام المريض يعني هذا أنه سيموت. مهما بلغ من القوة والشباب لن يعيش، فلكل امرئ أجل، وأجل المريض يحين إذا وقفت عند أقدامه. تذكر، الوقوف عند رأس المريض يعني أنه سيعيش، والوقوف عند أقدام المريض يعني أنه سيموت. وإياك أن تخطئ، لا تخطئ أبدا. هي لا تخطئ، لا تنسى ما قلته لك أبدا، لا تنسى. وهكذا أصبح الرجل طبيبا بفضل مساعدة جالب النحس له. وذات يوم، أين ذهب؟ ماذا؟ لا شيء. ماذا حدث؟ أين اختفيت أنت؟ قل لي. أنا آسف حقا، كانت عندي حالة انتحار. دكتور، هل سيشفى؟ ماذا؟ نعم حقا؟ ولكن الدواء يكلف بعض الشيء. لا بأس، ما دام سيشفى لا بأس. حسنا، خذي. شكرا جزيلا. لقد أصبحت طبيبا ماهرا. لقد شفيت. اكتسب الرجل شهرة كبيرة في البلدة. كان الجميع يؤمنون بأنه لا يخطئ أبدا، فجاء إليه المرضى بالمئات، لكنه كان كسولا بطبعه، فلم يعبأ بمرضاه وانشغل عنه.